في زياده في الاسعار، ده متفق عليه. بس في سلع ده طبيعه خاصه، في سلع لازم يتحدد هوامش الربح من مصدرها من مقننها عشان يحافظ على منافسته في السوق. خلي بالك ده لمصلحه الوكيل، مصلحه المستهلك، قد مصلحه التاجر، قد يكون في بعض التاثير على بعض الموزعين. هسالك سؤال، وحضرتك بتتعامل مع انا عارف ان انت بتتعامل مع المواطنين والناس تجيب لك شكاوى وبتبص فيها وبتقابل ناس، انا عارف انك بتعمل ده، انت عارف الناس وعارف السوق، انت مش راجل مسؤول نظري. سؤالي مباشر، انت عهدك بالمواطنين اللي بيجولك او بالمستهلكين ان هو هيبلغ في التاجر ولا هيدفع الاوفر برايس؟ في النوعين. لا في الغالبيه ايه يعني؟ اللي بيبلغ. الغالبيه اللي بيبلغ؟ الغالبيه اللي بيبلغ. والحقيقه عندي عدد شكاوى لا باس به من ناس ده لما يكون فيها الفتيس ضارب. لا وبيبلغ على زياده عن السعر، والحقيقه ده اللي خلانا نلجا للاجراء الاستثنائي ده. ان اصبح النهارده في حاله من الاحتقان في الشارع بالذات، لان الاسعار النهارده العربيه ليها وكيل وبيسلم. انت حضرتك هتقول لي طيب ايه اللي هيحصل على ارض الواقع؟ على ارض الواقع الوكيل عنده عدد عربيات وعنده حجوزات. طب معلش يا فندم سؤال ساذج. لا لا اتفضل. هم بره بيعملوا ايه؟ ما سمعتش يعني ما برضه يعني يعني مثلا اكيد مثلا شركه رينو في فرنسا عندها شح وفي تجار بيبيعوا العربيات اغلى. لا فجهاز حمايه المستهلك الفرنساوي بيعمل ايه مع الناس دي؟ بيعمل زي ما احنا بنعمل، بيحدد السعر من الوكيل، والكلام ده مثبت موجود في انجلترا دلوقتي. وكان في قضيه اتعملت مهمه جدا من حوالي 10 ايام، اكسسيف برايسنج، كان موجود على عربيه مش هقدر اقول اسمها. كانت الاكسسيف برايسنج ده او السعر المبالغ فيه ده تم في دوله من الدول العربيه، كانت تحديدا دبي، واتعمل قضيه احتكار ليهم علشان المبالغه في السعر، وتقرر ان السعر يتم من خلال اللي يتنفذ من خلال السعر اللي متحدد من الوكيل. واحد. اتنين، ثقافه، مش هنقول ثقافه، طبيعه المجتمعات بره بتختلف شويه، ان المواصلات العامه هي الاكثر يعني تداولا بين الناس. طبعا طبيعه ارتفاع سعر الضرايب العالي جدا جدا، يمكن الناس متصوره العربيه وما بيركنوش والركن غالي، الركن غالي جدا حاجه والبنزين غالي دلوقتي بالظبط. فالحقيقه ان لما حصل نقص في المعروض في اوروبا في العربيات، الناس استغنت عن العربيات، استغنت. وده اللي حضرتك كنت بتطالب بيه من شويه، ان انا اميز ما بين ما احتاج وما اريد. ودي الحقيقه المرحله اللي لازم ناخد فيها القرار ده، مش بنتكلم بس على العربيات، بنتكلم على كل السلع، ان افرق بين ما احتاج وما اريد. خصوصا ان المواصلات العامه عندنا دلوقتي جيدة، في المواصلات الخاصة في شركات كتير بتشتغل فيها، في معايا عربية ممكن تمشيني لو صرفت عليها شوية صيانة كويسة وبتاع أمشي بيها. النهاردة لو أنا بقى مضطر إن أنا أشتري العربية، هتلاقي القانون بيدي لك الأريحية في دي، إنك أنت ممكن تستنى 3 شهور في الحجز، ممكن تستنى 4 شهور 5 شهور. واللي إحنا كلنا بنتوقعه برضه، واللي بنتوقعه إن شاء الله انفراجة في المطلوب، بس مش بسبب إن العرض هيزيد، لا، والطلب هيقل.